هي وحدة للتخفيض المباشر بطاقة 2.5 مليون طن من الحديد سنوياً، تدخل حيز الخدمة في التوسعة الجديدة للمجمع التركي توسيالي للحديد والصلب. هذه الوحدة الجديدة أشرف على تدشينها وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، الذي تحدث عن دور هذا المشروع الضخم في تطوير الصناعة الجزائرية. المركب الطاقة متاعه 4 ملايين طن سنوياً، ومن السنتين ونص يوصل إلى 6 ملايين طن. في المستقبل لما المرحلة الثالثة ولا الرابعة تاع هذا المركب يغطي الاحتياجات أخرى تاع السوق الوطنية، وخاصة صناعة السيارات، وكذلك يتصدر للأسواق الخارجية. وبفضل هذه الوحدة الجديدة التي تختص في تنقية الحديد الخام ومعالجته، يصبح هذا المجمع الأكبر في إفريقيا في مجال الحديد والصلب. وهذه السياسة اللي يسهر عليها ويحرص عليها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. اليوم رانا نصنع حوالي 5 ملايين طن من الحديد والصلب. من الربعة 5 سنوات راح نوصل إلى 12 مليون طن من المشاريع اللي راهي ماشية اليوم، ومن 2030 راح نوصلوا إلى 16 مليون طن. ولإنتاج هذه الكمية من الحديد، أشار وزير القطاع أن الجزائر تحتاج ما بين 20 إلى 25 مليون طن من المعدن، ما جعل الدولة تباشر بدراسات جديدة بغية الاستغلال الأمثل لمنجم غار جبيل.